السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحضر معكم اللحم باللوبيا. عندنا هنا اللحم وزيت الزيتون، عندنا هنا بصلة واحدة طحنتها مع ثلاثة ديال التومات. أول حاجة غنحمصو اللحم مع البصلة، نقليوهم مزيان. بالنسبة للبهارات عندنا ملعقة صغيرة من فلفل اسود، نصف ملعقه من بابريكا تحميره، نصف ملعقه من الزنجبيل، الملح، وعندنا ملعقه صغيره من الكركم. نقول لكم المكونات. عندنا هنايا اختياري اللي بغى يدير البطاطا على حسب الوليدات، كاين اللي ما كيبغيش ليهم اللوبيا. عندي بطاطا وحده عاديه وعندي بطاطا حلوه. عندي هنايا ملعقه صغيره من معجون الطماطم واثنين طماطم طحنتهم. عندنا ملعقة كبيرة من البقدونس، عندنا اللوبيا نقيتها وقطعتها، عندنا زيتون أحمر، عندنا طماطم سوريز تيقولوا لها هنا طماطم شيري، وعندنا ليمون مخلل، وعندنا فلفل حار اختياري. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. اول حاجه كما قلت لكم غادي نحمصوا اللحم مع البصله والزيت، من بعد غادي نضيفوا البهارات على الطريقه اللي قلت لكم. كتجي بها المرقه خاطره، كاين اللي ما تتعجبوش المرقه ميها، هالطريقه ديالي انا غادي تجيكم المرقه خاطره ان شاء الله. بقاو معايا باش تشوفوا كتجي اللوبيا رائعه. ما كنحمصوا شويه اللحم والبصله والثومه، كنضيفو البهارات، من بعد ما كنخلطو العناصر جيدا. نضيفوا البقدونس، نضيفوا الطماطم، نضيفوا اللوبيا، نضيفوا الليمون مخلل، نضيفوا السوريز. بالنسبة للبطاطا والفلفل الحار والزيتون كنخليوه حتى من بعد. كنضيفو المساخين، سكر، ونقصو من الغاز. كنضيفو البطاطا، كنضيفو الفلفل، كنرجعوهم، خاطرة. وهذا الخبز، وهذا الخبز اللي بغى يشوف الطريقة ديالو يرجع يشوف الفيديو، راني كاين حاطاه، كيجي زوين. مرقة معلكة